هنا الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالثقة الملكية السامية بتعيين مستشارا للأمن الوطني. وأكد سموه أن هذه الثقة الملكية إنما تعكس الجهود المشرفة التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد في مختلف المحافل الوطنية، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في خدمة المملكة تحت راية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله.